مزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية أمام الدولار في بلد كبيرة زي مصر. وزيرة التخطيط تؤكد انفتاح بلادها على سعر صرف مرن للعملة المحلية. يحدث هذا بينما تجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد لم تحدد قيمته بعد. السياسات النقدية تأتي في إطار محادثات صعبة وربما حرجة يجري الإعداد لها، يوضح وكيل وزارة الاقتصاد الأسبق عبد النبي عبد المطلب. صندوق النقد الدولي يطالب أن يكون هناك تعويم أو تحرير لسعر الصرف، أن يكون هناك إزالة لكافة العقبات والتشوهات أمام انسياب حركة التجارة سواء من ناحية الواردات أو الصادرات، أن يكون هناك طرح لأسهم الشركات المملوكة سواء للجيش أو للدولة أو حتى للمؤسسة السيادية في البورصة المصرية، وذلك بيعني أن يكون هناك شفافية وإفصاح في القوائم المالية لهذه الشركات. حصلت القاهرة على قروض من الصندوق بقيمة 20 مليار دولار منذ عام 2016. الاضطرابات العالمية والتوترات الجارية أدت إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من سوق السندات المصرية. خلال العام الجاري تراجع الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 18%. انخفاض قيمة العملة يقابله ارتفاع في سعر الدولار الجمركي. قررت وزارة المالية رفع سعره إلى 19 جنيها و31 قرشا، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق. كانت الحكومة توقفت منذ سنوات عن تحديد أسعار جمركية للدولار وباقي العملات. تتأثر أسعار السلع في البلاد بشكل كبير بتراجع سعر الجنيه أمام الدولار الجمركي، يشير الباحث في أسواق المال والأعمال محمد مصطفى. من الطبيعي بعد زيادة سعر الدولار الجمركي أن ينعكس على زيادة الأسعار للبضائع والمنتجات المستوردة، وبالتالي على تكلفة الإنتاج خاصة مع استيراد مستلزمات الإنتاج، وكمان ممكن يؤثر كمان على توفير البضائع في الأسواق مما يؤدي إلى زيادة أسعارها. تستورد مصر سنويا بنحو 78 مليار دولار سلع مختلفة معظمها غذائية. أفادت بيانات البنك المركزي الأخيرة أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 16% في آب أغسطس الماضي. احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى 33 مليار دولار. الدين الخارجي للبلاد سجل 157 مليار دولار. الدول العربية تمتلك نحو 25% من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15% منها. تنتظر مصر جدول سداد مزدحم خلال الأعوام القليلة المقبلة، بخلاف 26 مليار دولار ديون قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين. هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025. تواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة يرجع أسبابها المسؤولون إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وتراكمات جائحة كورونا. في المقابل يتأهب المصريون لموجة ثانية من الانخفاض في قيمة العملة. أحمد عطا، ميديا، القاهرة.